إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولنتدبر هذه الآية الكريمة حيث يقول ربنا جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالابتلاء عباد الله سنة الله في هذه الحياة قال جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فوطن نفسك أخي على الابتلاء واحتسب الأجر عليه فعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه البخاري ومسلم واعلم عبد الله أن الله قد أراد بك خيرا فلا تظن بربك ظن السوء فهو أرحم بك من نفسك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري أيها المؤمنون أنتم مبتلون على كل حال رضيتم أم كرهتم ولكن الموفق من رضي وسلم الأمر لله عز وجل فصار الابتلاء بحقه نعمة عظيمة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي أيها المسلمون يتعدد البلاء وتتنوع صوره ولكن عاقبته للمؤمن الصابر حميدة وجزاؤه عظيم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة رواه الترمذي وصححه الألباني أيها الناس إن تعجيل العقوبة في الدنيا
خير من المحاسبة عليها في الآخرة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. رواه الترمذي. أيها المسلمون، الابتلاء واقع على الناس، ولكنه يشتد على من قوي إيمانه. فعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وابن ماجه. أيها المؤمن، ربما كتبت لك منزلة عارية في الجنة لا تبلغها بعملك، فيكون البلاء والصبر عليه سبباً في وصولك لهذه المنزلة. فعن محمد بن خالد بن اللجلاج العامري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. رواه أحمد وأبو داود. أيها الناس، يعتقد البعض أن الابتلاء يكون فيما يكره الإنسان من مرض وحوادث مؤلمة وغير ذلك، ولكن الأمر في الحقيقة على خلافه، فيكون فيما يحب ويكون فيما يكره، فيبتلى بالصحة ويبتلى بالمرض، يبتلى بالغنى ويبتلى بالفقر، يبتلى بوجود الوالدين ويبتلى بفقدهما، يبتلى بوجود الأولاد ويبتلى بفقدهم، وهكذا فقس. ولكن المهم أن كل ابتلاء يناسبه شيء، فمن ابتلي بالنعماء فعليه بشكر الله تعالى، ومن ابتلي بالضراء فعليه بالصبر واحتساب الأجر. فلم يسخط ولم يعترض على قضاء الله وقدره، ولم يسب ولم يشتم. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. أيها المسلمون، سأذكر لكم نماذج من الابتلاءات وثواب من صبر عليها، فأولها الصرع. فعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت رضي الله عنها: أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها. رواه البخاري. ثانيا، فقد البصر.
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه، رواه البخاري. ولكن لا يفهم من ذلك عدم العلاج، وعدم علاج طلب الشفاء من الأمراض بما أباح الله عز وجل. ولذلك فقد جاء وحث الشارع صلى الله عليه وسلم على التداوي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. ثالثاً، فقد الأصفياء والأولاد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاءت النساء فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قالت واثنان، رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا جميعا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أنواع الابتلاءات وهو الرابع الحمى. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب؟ أو يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم. وقد مر معنا قبل قليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، رواه الترمذي. ثم نعود مرة أخرى لما بدأنا به، وهو قوله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة
فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ثم صلوا وسلموا على رسول الله امتثالا لأمر الله، حيث قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلوا وسلموا على رسول الله طلبا لموعود رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله به عليه عشرا. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح فساد قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا، وأصلح لنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا، اللهم احفظ على بلادنا أمنها وإيمانها واجتماع كلمتها، وسلط اللهم على كل من يريد أن يعبث بها، اللهم دافع عن هذه البلاد المباركة، اللهم أبطل كيد ومكر الكائدين، اللهم وكفنا شر الأشرار، اللهم وكفنا شر الأشرار يا رب العالمين، اللهم وأصلح ولاة أمورنا، وسددهم في أقوالهم وأفعالهم، وارزقهم بطانة صالحة ناصحة يا رب العالمين، اللهم واحفظ على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقها وأموالها ودماءها وأعراضها، وجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.